يوم جديد من أيام وليالي مهرجان العالمين الترفيهي، أول وأكبر مهرجان ترفيهي رياضي فني في الشرق الأوسط. الحدث هذه المرة استثنائي، والنجم فوق العادة، وهو النجم تامر حسني الذي أبهر الجميع بحفلة خاصة جدا استمتع بها الحاضرين من المصريين والعرب والأجانب. نجاح جديد لمهرجان العالمين الذي ولد عملاقا ونجح في استقطاب كبار النجوم، سواء نجوم الفن أو الرياضة أو المجتمع. نجاح جديد يرفع شعار العالم عالمين. الدخول سهل، عادة الحفلات دي بتبقى زحمة قوي والدخول بقى صعب، بس كل حاجة منظمة والتشيكس والتشيكس بوينت كتير وكل واحد بيخش على مكانه، وبصراحة التنظيم هايل. عجبني قوي ان حفلة بابليك بالعدد ده منظمة بالشكل ده. الحفلة بتنظمها سهلة جدا، ان احنا نقدر ندخل بسهولة جدا بصراحة يعني، والتنظيم الستيج الكل في اي بي متقسم والستيج متقسمه كويسه قوي، حلوه قوي. الحفله حلوه والتنظيم حلو وكل حاجه، ودخلنا ما كانش بصراحه ما كانش فيه مشاكل ولا اي حاجه. اللي بحب قوي الافلام والاغاني بتاعته، بتاعت عمر وسلمى، واغاني اللي هي ما حرمنيش منك بتاعت الافلام ونور عيني، الحاجات دي كلها. انا بحب المهرجان، عندي 6 سنين 7 سنين. انا اول اغنيه اسمعها له كانت اغنيه بشوقك عيش بشوقك. المصريين القدماء علموا العالم كله فن البناء والهندسة، فحطوا من حضراتكم ترفعوا الموبايل وتاخدوا سيلفي.